دينا. هي دي بقى مشكلة البنت المظلومة المهانة في المجتمع. البنت بتطلع بتكبر، لا ما تعمليش اي حاجة الا لما تتجوزي ابقي اعمليها مع جوزك. تيجي تتجوز جوزها اللي مقطع السمكة وديلها وعامل كل حاجة هو نفسه فيها، انا عايز اخرج، انا عايز اسهر، انا عايز اسافر. لا، انت ست بقيتي متجوزة دلوقتي، راعي بيتك، راعي ولادك، اقعدي جنب ولادك، انت ست متجوزة. تيجي لو زهقت، لو فضلت عايشه في الحياه دي ومستمره فيها، تتقهر. معلش استاذ حضرتك اكمل كلامي، تكمل تعيش حياتها مقهوره وتعبانه نفسيا. لو فكرت ان هي تنفصل، لا انت بقيتي ست منفصله، اوعي، مفيش حريه لما تتجوزي واحد تاني. هي دي المشكله. الوصايا يا استاذ معتز، الوصايا على المراه دايما لازم تبقى تحت كلمه المظله اللي قالتها الاستاذه. يعني ثقافه المجتمع بتفرض وصايا على البنت مهما تدرجت ثقافتها وتمتد معاها لغايه ما بعد الجواز. بعد الجواز وبعد الانفصال اخذوا حريات ليهم بعد الزواج وكملوا تعليمهم واخدوا شهاداتهم وعملوا الغالبيه. لا الغالبيه العظمى سابوا شغلهم وقعدوا من شغلهم وقعدوا من تعليمهم. الغالبيه العظمى في المجتمع. حضرتك بتتكلمي دكتوره دينا، حضرتك بتتكلمي عن المجتمع صح؟ المجتمع غالبيته الست بتتجوز بتقعد في البيت وتربي الاولاد. الحريه لابد ان تكون مقيده للولد او البنت. معلش حضرتك بتقولي عن المجتمع، حضرتك قلتي مظله وفي نفس الوقت سواء دينيه او اجتماعيه. حضرتك الكلام بتقوليه ده كلام حلو يتقال كاشعارات، لكن في الحقيقه هو مش موجود. كل الشعب المصري اللي بيتمتع بكلام تعميم حضرتك ده نفسه غلط. تعميم حضرتك ده نفسه غلط. الشعب المصري كله مختلف الثقافه ومختلف البيئه ومختلف التربيه. هيوصل نسبه كام في الميه؟ ما اقول لحضرتك على حاجه، في الصعيد ممكن تكون البنت تطلع من غير ما تبقى مغطيه شعرها، عيب. في بحري عادي. طيب. حضرتك ما تقدريش تقولي ان في مظله للمجتمع كله، ده غلط. طيب حتى في اسكندريه او البحري. اتفضلي. حتى لو في اسكندريه اللي كذا اللي بحري واللي ستانلي واللي 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 في اختلاف تام. ما ينفعش ان انا اعمم الكلام ده. الكبت ده والشيزوفرينيا دي اللي بتعمل الخيانه. الست بتبقى متجوزه طب انا بدون ذكر اسماء لسه اعرف حد من فتره قصيره، هي قاعده في اوضه وجوزها بتقول لي على فكره بيكلم واحده وبيحب واحده مرتبط بيها على الفيسبوك مع كل الناس وعلى انستجرام قدام الناس كلها، وانا قاعده بربي الولد وبنوته صغيره جدا وجميله كمان وبنت نماذج كتير جدا زي بس دي خيانه. الخيانه بس خلاص. بس يا هبه خلينا نكون صراحه، ده نموذج غير سوي. صحيح. نموذج مرمى بس منتشر يا استاذ معتز. منتشر وموجود وحقيقي. نموذج هل ينفع ان انا اقول ان هو البيت المصري بقى عامل كده؟ ما هو نتيجه ايه النموذج ده بقى؟ انتوا بتعمموا دلوقتي، مش بنعمم بس دي غالبيه عظمى. انا اقول لا احنا ما عممناش، احنا قلنا الغالبيه عظمى من المجتمع وحضرتك عارفه ده. صلوا بينا على النبي. اتفضل يا دكتور. احنا بندي كلام مطلق في اتجاه وبندي كلام مطلق. اتفضل يا دكتور. لازم احنا النهارده في مجتمع، المجتمع ده فيه شخصيات مختلفة، في ناس مختلفة، في شخصيات مختلفة. مهما تتكلمي معاه مش هيمشي إلا بالشخصية بتاعته، شخصية وراثة، تربية، خبرات حياتية. صحيح. النهاردة اللي بيبني على بنته تبقى لخبراته هو الحياتية، تعرض لإيه فبيبني بنته على هذا. في واحد الشخصية بتاعتها تقبل، في بنت لا، الشخصية لا تقبل. في واحد بيجبر بنته على تصرفات هي البنت رافضاها فبتطلع متمردة، في واحد بيجبر بنته على العكس هي بتطلع متقبلة. لازم نقتنع ان في شخصيات وتبقى لهذه الشخصية. انا بربي ولادي، لكن انا لما بربي غلط من الاول توقع كل الاخطاء. طب معلش ما اقدرش مطلقة. لا استني دينا، استني دينا يعني افتكري السؤال عشان في فاصل اعلاني، وممكن على فكرة كمان نبتدي نتكلم بعد الفاصل في امور خاصة بالحرية وبلبس البنت مثلا. يعني ايه الحدود المسموحة؟ لان في ناس كتير جدا لو انت دخلت على السوشيال ميديا ودخلت وشفته كده استطلعنا اراء ناس كتير جدا، معظم الشباب بيحمل البنت المسؤولية في الانضباط في الشارع. يقول لك بتلبس ضيق، تلبس حاجات بتدعو للتحرش، بتلبس. خلينا ناخد اجابات بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حتة. عايز اضيف عليها حتة تاني بعد الفاصل.